اللحظات. يا سلام يا سلام، التحدي المثير والصدارة من أيضا مشعل خليفة بن خميس بن سالم الهاشمي من يتواجد على البداية الأولى. أهالي السلطنة حاضرين، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات في هذا المسار التسلل هناك أيضا من الرمادي، يتقدم الرمادي أحمد بن خليفة بن فاضل الهاملي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصول الله وتقدم من أيضا ظبيان عبيد بن محمد بن صالح الرزق اللي خذ المركز الثالث. نقلتنا إلى المركز الرابع، نقلتنا مع هذا القدوم التسلل في هذا المسار. هناك منذر الدحبة بن حمد بتليل بالويع العامري خذ هنا المركز الرابع بانطلاقة منذر. المركز الخامس وصول وتقدم من مدلل صباح بن جنازل بن سعيد العفاري. المركز السادس وصول وتقدم هنا من ناوي سعيد بن شاوي بسعيد الوهيبي، ولكن اللي تدخل في هذه اللحظات وفي هذا المسار هذا هو غياث محمد بن مظفر الصنباري العامري، خذ المركز السابع. ثامن المراكز في هذه اللحظات وصول من الشادي سعيد بن سليم بن علي العامري، والمركز التاسع تاسع الإثارة هنا التسلل في هذه اللحظات من لافي علي بن سعيد بن علي آلف هيده المري، والمركز العاشر هناك هداد محمد بن خويت بن بخيت بن بخيت العامري من يتواجد على المركز العاشر. هكذا النتيجة في هذا الشوط وفي هذا المسار بشعارات مختلفة بأسماء هنا مميزة في عالم رياضة الآباي والأجداد. أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى الصدارة. تنطلق هذه الشعارات حيث انطلقت آمال، آمال من خلف هذه الأسماء. أسير إلى البداية الأولى، الرمادي ما زال على البداية، الرمادي ما زال على صدارة هذا الشوط في هذه اللحظات. أحمد بن خليفة بن فاضل الهاملي على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني لفى لافي، وصل لافي في هذا المسار. علي بن سعيد بن علي آلف هيده المري يتواجد على المركز الثاني، أتابع المركز الثالث وصول وتقدم من منذر. وصل منذر، تقدمت سلالة الطاير. الله الله، هذا هو منذر اللي قادم بشعار الدحبة بن حمد بدليله العامري، يقدم لنا منذر على المركز الرابع، التسلل على المركز الثالث، وصول وقدوم من غزيلان علي بن محمد بن راعي العوي العامري اللي خذ المركز الثالث. المركز الخامس الوصول والتقدم هناك ايضا من الفاتن حمد بن عامر الاحبابي. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الاولى، ولكن اتابع هذه الشعارات من خلف الخمسة المراكز الاولى المتقدمة. ياهي من شعارات، ياهي من اسماء، الكل يتابع الكل يراقب هناك هذا المسار، ولكن البداية وين؟ الصدارة وين؟ المركز الاول هنا على صدارة هذا الشوط. روح الرمادي روح على البداية الاولى. الرمادي يا سلام، شعارك يا بن فاضل، شعارك يا بن فاضل على المقدمة على الصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني لافي لافي لافي، وصل لافي هنا أيضا على المركز الثاني في هذه اللحظات. علي بن سعيد بن علي آلف هيده المري اللي خذ المركز الثاني، أتابع المركز الثالث، الوصول والقدوم من الفاتن حمد بن عامر الأحبابي. المركز الرابع، الله الله، ياهو قدوم هنا سيل جارف ياتي في هذه اللحظات، اللي قادم هنا مدلل ولكن مهند، قاصد قاصد وصل، وصل قاصد في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل. هذا هو قاصد محمد بن عبد الله بن معضد النيادي، ولكن الرمادي راح، الرمادي راح هنا على البداية الأولى، راح إلى بر الناموس الكل.
السؤال الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. هناك أيضا دخلنا في جولة الأوامر، دخلنا في جولة التحديات المثيرة. هنا حركوهن 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 القعدان، هناك أيضا من المراكز الخلفية، ولكن لافي 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 على المركز الثاني 800 متر الأخيرة. يا المري هنا على المركز الثاني، ولكن المركز الثالث اللي قادم غياث، وصل غياث، تقدم غياث على المركز الثاني. أوهو يا سلام يا ابو مظفر، محمد بن مظفر الصنباري العامري على المركز الثاني. لا في ولكن غياث غياث غياث، والرمادي الرمادي وغياث، الامور ما تطمن، الامور في خطر. اللي قادم هنا ايضا مبلش مبلش مبلش، هنا محمد بن يمعة بن سعيد العميمي، هنا ابلش اثني العميمي على المركز الثاني، على الصدارة الاولى، على المركز الاول. هنا مبلش 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 على المقدمة، على الصدارة محمد 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 بن عبد الله، ولكن هذا هو مبلش محمد بن يمعة بن سعيد العميمي على البداية الاولى، على الصدارة الاولى. مشكور يا ابو يمعة، مشكور يا ابو يمعة على هذا الفوز الجميل. سلام مبلش سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصول هناك ايضا من الرمادي احمد بن خليفة بن فاضل الهاملي، والمركز الثالث على المركز الثالث مشاهدينا متابعين الكرام متعب زيد بن سالم بن راشد المري، واللي خذ المركز الرابع لحظات وصول غياث محمد بن مظفر الصنباري العامري، واللي خذ المركز الخامس هناك ايضا اللي قادم ايضا قماري هادي بن سعيد بن جمهور الاحبابي. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام شوط تحدي حماس توقيت الزمني للمركز الاول. هناك ايضا تهانينا والناموس 7:25 تسعة اجزاء من الثانية كان من نصيب. هناك ايضا مبلش محمد بن يمعة بن سعيد العميمي، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وايضا لحظات الوصول والعبور الى خط النهاية ثاني المراكز مشاهدينا متابعين الكرام، كان اللي حامر رقم 35 الرمادي احمد بن خليفة بن فاضل الهاملي، وتوقيته 7:26 تسع اجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث وصول وتقدم متعب زيد بن سالم بن راشد المري، والتوقيت الزمني 7:27 ثلاث اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات، انطلاقة الشوط